حصل النهارده ده بسبب المجاملات. مصر بتتعادل مع موزمبيق في مباراه من اسوأ مباريات منتخب مصر بسبب المجاملات، مجامله محمد صلاح، مجامله احمد حجازي، مجاملات لعيبه كتيره في الملعب، وانك بتفصل مكان عشان مكان. يعني زيزو بيلعب في اليمين، يوم ما ربنا خلقه وزيزو بيلعب في اليمين وبيبدع في اليمين، فعشان محمد صلاح بيلعب في اليمين لا نودي زيزو في النص، نودي شويه هنا شويه هنا. والنهارده واكتشفنا حاجه جديده كمان، محمد زيزو حتى بيلعب في اليمين، محمد صلاح ملوش حته تانيه غير انه يلعب في اليمين. امكانيات نجم ليفربول، نجم العالمي محمد صلاح، انه ما يقدرش، هو الخط اكل عيش محمد صلاح الخط، لما بيدخل في العمق ما بيلعبش كوره. حتى زيزو النهارده لما كان بيمسك بيدور على صلاح، يمسك زيزو باصل صلاح، فمجاملات. انت مفيش احسن من كده فرصه انك انت في الدقيقه الثانيه بتجيب الهدف الاول، هدف اول جميل لمصطفى محمد، وفرص ولا اسهل محمد صلاح ضيعها، وفرص في القائم، وانت بقى خلاص ضمنت المباراه، انت في الدقيقه الثانيه جايب جول. يعني انت المفروض تحط الثاني والثالث وتقول للناس دي اطلعوا بره خالص، تنزل عليهم كده تخلصهم، لكن انت اللي طمعتهم، انت اللي ركبتهم الجيم، انت المفروض كنت تخلص الشوط الاول. وعلى فكره دفاعات منتخب مصر النهارده شفنا الشوط الاول اكتر من فرصه كمان ضاعت، يعني هم ضيعوا. لا شفنا حمدي فتحي، يعني لو ما فيش لعيب النهارده في منتخب مصر يا جماعه، محمد حمدي مش موجود، احمد حجازي اللي هتكلم عنه النهارده، احمد حجازي الكره الجول الثاني انت بتنزل فرمله ليه يا احمد حجازي؟ انت اخر لعيب في الملعب، انت خليه يروح معاه ضايقه، بعت نفسك راح اللعيب حط الهدف الثاني. والهدف الاولاني اللي في الشوط بين الاثنين بين محمد عبد المنعم وبرضه احمد حجازي، ليه؟ عشان ياسر ابراهيم. انا بقول ياسر ابراهيم احسن بكتير من احمد حجازي. احمد حجازي سيبكم الهنبقه اللي بتحصل، لا انا عندي ياسر ابراهيم. ياسر ابراهيم النهارده لو موجود ما كناش وصلنا للمرحله دي. كل حاجه بتاعت ربنا، بس عشان ده الالم ده كان لازم ناخده، الم حلو والم في وقته على وش فيتوريا. بطل مجاملات، بطل مجاملات، انت خربتها يا جماعه. ده انني ما بيلعبش كور، انني ده انا لو انا يعني ايه، ارزاق من عند ربنا، ارزاق من عند ربنا، انني ده ما بيلعبش كوره قسما بالله، انني مش موجود. ده انني النهارده ربنا كرمه بيلعب كورتين لقدام بس وخلاص، لكن ده مش انني، انت بتجامله، انت بتجامله. واضح سبب شدنا الليله. المباراه المفروض انت تخلص، انت لعبت النهارده برضه 4-3-3، لعبت محمد عبد المنعم، محمد هاني، مفيش لعيب النهارده في منتخب مصر كان لعيب. والجهه اللي المفروض تلعب كوره واللي كانت تبقى مكسره الدنيا زي تريزيجيه ما لمسهاش، واكتر من كوره لكن مفيش لعب عليه. محمد صلاح مفيش، منتخب تايه. خطه النهارده خطه الفنكوش، منتخب مصر النهارده كان بيلعب بخطه الفنكوش. وعلى فكره موزمبيق ده كرم من ربنا الجولين اللي جابهم فكري، عارف ليه؟ عشان تبطل بقى العنجهيه وتعمل لي فئه والاعلام المتبلطيه بتوع مصر، فيتوريا والكره العالميه ومصر بتبتكر. مصر مين يا عم؟ عنده احسن لعيبه بس هو مش عارف يلعبها. النهارده ومحمد صلاح اسوأ مباراه في تاريخ محمد صلاح. ده حتى ضربه الجزاء هو خايف، خلي بالكم محمد صلاح اكتر لعيب بيضيع ضربات جزاء، بس هو اجباري يشوط في ليفربول، يعني هو داخل والنفس وكتب ممكن تضيع. محمد صلاح جات له فرصه ما فيش لعيب في ثالثه ابتدائي يضيعها، اللي هي جايه له ده على الطرف السته يخلصها. فمنتخب مصر النهارده نحمد الله وبص ايدك وش وضهر على النقطه اللي انت خدتها من موزمبيق. انت اللي ركبت موزمبيق عليك، انت اللي دخلت موزمبيق الجيم، لا لعبت ضغط عالي عليهم، لا بعد ما جبت الجول الاولاني ضغطت وقلت تامن وتحاول تجيب الهدف الثاني، ما عملتش كده، ما فيش. ده انت في الدقيقه الثانيه جايب اسرع هدف يمكن في تاريخ البطوله من 94، يعني المفروض تجيب الثاني والثالث، لا بتضيع. والعاب فرديه بقى، واكنك ضمنت المباراه، واكنك بتتفزلك. ادي الالم، الم 10 على 10 وفي توقيت ممتاز. الالم اللي خدناه النهارده قسما بالله الم، انا مبسوط بيه جدا. ليه؟ لان قلنا بلاش فزلكه وبلاش مجاملات، ده منتخب مصر. عمي فيتوريا ايه الطريقه اللي كنا بنلعب بيها النهارده؟ مفيش. ايه اللي لعبناه؟ ما شفناش محمد هاني ولا كره شفناها. زيزو مفيش، شويه كده وشويه كده بيجري بس. محمد صلاح مش موجود اطلاقا. محمد صلاح النهارده انا اسف التشبيه، لو بصيت هتلاقي عالي على منتخب مصر، لا صناعه، لا جري، لا شوط، لا واحد على واحد، لا مهاره، لا صناعه، اي حاجه محمد صلاح ما عملهاش. روح مصطفى محمد بس اللي كان بيعمل روح قتاليه بس،
لكن ما فيش تريزيجيه ما حدش كان بيلعب معاه، محمد حمدي كان سيء، محمد عبد المنعم مش هو محمد عبد المنعم، ما فيش لعيب النهارده بنص ملعبك حلو، حتى حمدي فتحي، حتى النني، حتى امام عاشور لما نزل اسوأ خمس دقايق لعبه امام عاشور في حياته، ولا عارف يباصي ولا عارف يشوط، كل باصاته ضايعه، كارثه. يعني منتخب مصر النهارده شوط تاني كارثه كرويه النهارده حصلت بسبب مجاملات فيتوريا، ففيتوريا بيتحمل الهزيمه، انا بقول اهو بسبب المجاملات، وقف اللعيبه يا عم بلاش فزلكه، ونفسي مره حد يطلع راجل ويطلع محمد صلاح، نفسي اعيش واشوف واحد راجل يطلع محمد صلاح، يعني محمد صلاح مش حلو يا جدعان ما يطلع يا جدعان، ده مش اله، ده يعني مش لعيب زيه زي اي حد، ممكن ما يبقاش حلو، ما بيطلع في ليفربول ما بيفتحش بقه، كان كلوب بيطلعه، طلعه يا عم ايه المشكله؟ وقف زيزو هنا، زيزو طول ما صلاح موجود في الملعب مش هتشوف زيزو، مش هتشوف زيزو، لان زيزو بيدور على صلاح، كل اللعيبه بتدور على صلاح، ودي كارثه، احنا لاغين مخنا، محمد صلاح مكتف اللعيبه، ما ينفعش ما ينفعش الكلام ده يا جماعه، اللي المفروض في اليمين زيزو، زيزو يمين انا بقى شايفه اهو او قعدوا بره ما تنزلش زيزو خلي محمد صلاح في اليمين محمد صلاح مش موافق طلعه ونزل زيزو ومرموش وتريزيجيه حتى مرموش مش موجود لعب لعب النسوين انا اسف اللفظ مرموش بقى لعب النسوين والكلام ده احنا ولا عندنا هو الراجل ده بيعتمد على المحترفين اي واحد محترف في كوالالمبور هيبعت يجيبه بس حلو وحش هيجيبه يعني كوكا اللي نزل ده بيعمل ايه مرموش بيعمل ايه مفيش بس هي الاسامي المحترفين هاتهم والنني يهز لك في شعره بس شكرا كوره مفيش لا شفنا حاجه بس انا فرحان جدا 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 يمكن الشوط الاولاني موزمبيق راحت وكانت ممكن تجيب وكانت ممكن تتعادل كل حاجه راحت على منتخب مصر النهارده كانت هتدخل والشوط الثاني في 10 دقائق لعيب رقم 10 وده درس للدوري المصري ودرس للاعيبه مصر شوفوا ازاي التمركز في الشوط في الهدف الاولاني بين محمد عبد المنعم وطبعا اطول لعيب في تاريخ مصر احمد حجازي وطلع وحطها طبعا انا شايف ان ممكن الشناوي كان ممكن يشيلها بس في حته صعبه وسريعه وده يقول لك عشان الفراوده اللي في مصر ليه اللعيبه بتاعت النادي الاهلي ولاعيبه بيتنكوا لان مفيش حد بيلعب عليهم مفيش فيرود جامد في مصر اديكم شفتوا الحمد لله ربنا كرمكم ويعني صبرنا ونولنا شفنا فيرود بيطلع وسط احسن اثنين في مصر وايه ويلعبها انا بقى كان نفسي اشوف ياسر ابراهيم ياسر ابراهيم في المنطقه دي لا ياسر ابراهيم احسن كتير من احمد حجازي الهدف الثاني احمد حجازي مع نفس اللعيب شوفوا بقى الفيرود عشان فراوده مصر الكسر اللعيبه اللي بيلعبوا في مصر كسر اللي ما بيحجروش اي حد اللعيبه اللي بتشوف محمد الشناوي بيجي لها الرعشه الجنسيه بتحس ان هم عمالين يترعشوا النهارده اللعيب قطع وراح وفي الدقيقه ما ادالوش فرصه وركن عشان تعرف ان احنا ما عندناش دوري واللعيبه بتاعت الاهلي ما بتفوز بتفوز على لعيبه كسر ما عندناش كوره في مصر يا جماعه عشان نبقى متفقين انت كبير على ما فيش حد فشوف اللعيب قطع وراح وسركن 2-1 وما على فكره الكورتين اللي راحوا هم اللي جم لكن انا بقول المجاملات هي سبب خساره المنتخب المجاملات تعمل اكتر من كده احنا ما خسرناش الا بسبب المجاملات مفيش لعيب حلو النهارده في الملعب مفيش لعيب كويس اقدر اقول لك عليه انه كان كويس لا بالعكس احنا اسوا ما يمكن وبنحمد ربنا على ضربه الجزاء اللي جات لنا دي في الوقت الضايع ده حتى الوقت الضايع انت ما انتش عارف تستثمره محمد عبد المنعم مش عارف يطلع كوره امام عاشور نازل تحس انه شارب صابون ولا عارف يلعب ولا كله بساطه طويله مفيش محمد حمدي ولا اوفر مفيش حاجه حصلت مفيش يا جماعه منتخب مصر النهارده صفر لو بصينا ككوره لعبت جمل انت الشوط الاول بس كان ممكن تخلصه الشوط الاول انت كنت في الشوط الاول راكب الجيم بس هات بقى التاني خليك راجل اضغط وهات التاني لا انت عمال تضيع كرة جت في العارضه النباصي فرديه لكن ما كانش في جماعيه الجماعيه ما فيش مصطفى محمد عايز يلعب لوحده عمك صلاح ما فيش اي حاجه لعب فردي بسبب الكئيب اللي بره اللي اسمه فيتوريا اللي احنا عمجدنا مين هنشوف لسه المباراه الجايه وهنشوف البطوله دي انا قلت عليها في فيديوهاتي اشرس بطوله ما عادش في منتخب ضعيف هتشوفه انسى يا عمرو انسى يا عمرو المباريات دي جامده ولسه هنشوف وياما هنشوف اذا عجبك الفيديو لايك والشير والكومنت ومعاك وليد محمود والملعب 3 4 3